جماعة الحوثي في اليمن عادت لمهاجمة السفن الإسرائيلية والأمريكية في المياه الإقليمية مرة أخرى، وهذا الهجوم الذي نفذته هذه الجماعة تم في 24 ساعة الماضية، وتفاصيل هذا الهجوم تحدث عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى السريع، كذلك القيادة المركزية الأمريكية اليوم وهيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية يوم أمس. الهجمات الخاصة بهذه الجماعة استهدفت كل هذه السفن التي ترونها أمامكم. السفينة الأولى هي سفينة ميرسك يوركتاون الأمريكية، بالإضافة إلى مدمرة أمريكية أخرى، وأيضا سفينة طبعا هذه السفينة وهي سفينة فيراكروز الإسرائيلية المسجلة في البرتغال. وهذه السفن بحسب جماعة الحوثي وما تحدثت عنه أن السفينة الأمريكية يوركتاون وكذلك المدمرة الأمريكية كانتا متواجدتان في خليج عدن تحديدا، وقاموا باستهداف السفينة الأمريكية أولا بالصواريخ، وكذلك المدمرة الأمريكية قاموا باستهدافها بعد ذلك بالطائرات المسيرة. أما السفينة الإسرائيلية التي نتحدث عنها قاموا بمهاجمتها أيضا بالطائرات المسيرة، وهي كانت متواجدة في المحيط الهندي، وهذه مسألة مهمة للغاية هنا. وبالنسبة للجماعة تحدثوا بأن هذه الاستهدافات حققت الأهداف المطلوبة منها، لكن القيادة المركزية الأمريكية طبعا اختلفت مع هذه المسألة تماما. هي أكدت أولا القيادة المركزية بأن صاروخا واحدا هو الذي استهدف سفينة يوركتاون الأمريكية، أما الطائرات المسيرة التي هاجمت المدمرة الأمريكية كانت عبارة عن 4 طائرات مسيرة. وبحسب تقرير القيادة المركزية الأمريكية تم تدمير هذا الصاروخ، رغم أن هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية أكدت أن هذا الصاروخ سقط قريبا من هذه السفينة، لكنه لم يصب هذه السفينة، بالإضافة إلى أن المدمرة الأمريكية تمكنت من التصدي وتدمير جميع الطائرات 4 طائرات المسيرة التي هاجمت المدمرة الأمريكية. أما بالنسبة للسفينة الإسرائيلية هنا، فهيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية وكذلك القيادة المركزية الأمريكية لم تتحدثا نهائيا عن أي هجوم بأي طائرات مسيرة أو بأي شكل من الأشكال على أي سفينة موجودة في المحيط الهندي، ومن تحدث عن هذه المسألة هي جماعة الحوثي فقط، ولم يأتي ولم يكن هنالك أي مصدر آخر يؤكد هذا الهجوم بأي شكل من الأشكال. بالتالي ليست هنالك كثير من الأدلة عن طبيعة هذا الهجوم، ولكننا يجب أن نتذكر بأن جماعة الحوثي سبق وأن أكدت بأنها ستوسع هجماتها اتجاه المحيط الهندي تحديدا منتصف الشهر الماضي في 15 مارس، وها هم بدأوا ينفذون بعض العمليات كما تتحدث طبعا هذه الجماعة. وهذا هو الهجوم الأهم، هو يوضح طبعا بالنسبة لهذه الجماعة بأنها توسعت في هجماتها، لم تعد فقط تهاجم السفن الموجودة في خليج عدن أو البحر الأحمر أو في مضيق باب المندب، لا بل إنها توسعت لاستهداف السفن المتواجدة في المحيط الهندي. ونفس هذا الهجوم تقريبا هجوم مشابه له تحدثت عنه هذه الجماعة في 7 أبريل الحالي، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، مجموعة من الهجمات، واحدة من الهجمات طالت هذه السفينة وهي MSC Grace F الإسرائيلية. وهذه السفينة بحسب التسجيلات الخاصة بها عند لحظة الهجوم كانت موجودة هنا في هذه المنطقة هنا كما تلاحظون اليمن، وجماعة الحوثي قالت بأنها تمكنت من مهاجمة هذه السفينة، ولكن في حقيقة الأمر مديات الصواريخ والطائرات المسيرة للجماعة ليس واضحا ما إذا كانت قادرة أن تصل لكل هذه المسافة الطويلة والبعيدة للغاية، ولكنهم قالوا بأنهم قاموا باستهدافها. بالتالي هنالك نوع من التوسع الاستراتيجي رغم عدم وجود أي ذكر حتى من جماعة الحوثي بأنهم قاموا بإصابة مثلا على سبيل المثال هذه السفن أو أنهم أثروا بهذه السفن. ولكن الجماعة طبعا هنا واضح بعد أن تمكنوا ونجحوا في الفترة الماضية منذ نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا من فرض حصار على مضيق باب المندب، وقاموا بإغلاق البحر الأحمر هنا لصالحهم، وبالتالي أثروا كثيرا على إسرائيل، بل أنهم أثروا كثيرا أيضا على الدول الأخرى الموجودة من ضمن البحر الأحمر، وحتى كل ما يأتي من الصين على سبيل المثال أو دول شرق آسيا إلى البحر الأحمر إلى أوروبا
طبعا أثر هذا الأمر كثيرا بشركات الشحن. شركات الشحن اتخذت هذا الطريق، ألا وهو طريق طبعا رأس الرجاء الصالح الذي يتجه إلى مضيق جبل طارق ليصل إلى البحر المتوسط. الآن جماعة الحوثي وسعت عملياتها على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل في هذه المنطقة في المحيط الهندي تحديدا، من أجل ضرب هذا الخط ومحاصرة إسرائيل في البحر المتوسط. ومن الممكن أن توسع هذه العمليات كما تحدثت الجماعة منتصف الشهر الماضي. لكن أيضا الملاحظة المهمة الأخرى من طبيعة هذه الهجمات أن الجماعة عادت لمهاجمة السفن كما تحدثنا في البداية، السفن الإسرائيلية والأمريكية مرة أخرى بعد انقطاع عن الهجمات لتقريبا لأسبوعين 14 يوما، وجماعة الحوثي لم تهاجم ولا حتى سفينة واحدة. وتلاحظ هنا بحسب هذه الإحصائيات التي نشرها معهد الماسة، تلاحظ هنا بأن هذه هي إحصائيات الهجمات لجماعة الحوثي وكيف تصاعدت منذ بدء هذه العمليات في نوفمبر من العام الماضي. تلاحظ أنها ارتفعت إلى مستوى عال هنا، ولكن بعد ذلك ما بين مارس وتحديدا نهاية مارس وشهر أبريل تغير وضع هذه الهجمات. معدل الهجمات اختلف وانخفض إلى أدنى مستوى، تقريبا اقترب من الوصول إلى مستوى البداية، وأنهم عادوا إلى مرحلة إلى أنهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. هذه كانت طبيعة وطبيعة الانخفاض في هذه الهجمات التي تقوم بها الآن وعادت للقيام بها جماعة الحوثي، وبالتالي جماعة تريد رفع هذا المعدل مرة أخرى. وواحدة من الملاحظات المثيرة لسبب توقف جماعة الحوثي عن هذه الهجمات هو ما قامت به إيران تجاه سفينتها المهمة للغاية، وهي سفينة بشاد الإيرانية التي تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وطبعا CIA والMI6 كلها تتحدث بأن هذه السفينة تعطي الكثير من المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي لتقوم بكل عملياتها، إن كانت في خليج عدن أو مضيق باب المندب أو حتى في البحر الأحمر. هذه السفينة تغير وضعها منذ الأول من أبريل الحالي إلى 18 من أبريل الحالي، حيث أن إيران عندما قامت بمهاجمة إسرائيل توقعت تماما بأن إسرائيل ستقوم بالرد عليها. واحدة من الردود التي فكرت بها إيران هي إغراق سفينة بشاد الإيرانية، وعلى هذا الأساس في الأول من أبريل قامت هذه السفينة كما تلاحظون بصور القمر الصناعية المسجلة عن هذه السفينة، قامت بإغلاق جميع أجهزة التعقب، اختفت تماما بعدما كانت موجودة هنا في خليج عدن تنفذ الكثير من العمليات الاستخبارية لصالح جماعة الحوثي، وبعد ذلك بدأت تعود أدراجها إلى إيران في خليج عدن. لاحظ في 6 من أبريل تواجدت هنا في هذه النقطة، في 8 من أبريل تواجدت في هذه المنطقة هنا. جماعة الحوثي كانت مستمرة بهجماتها حتى 10 من أبريل، ولكن بعد 10 من أبريل توقفت تماما حتى يوم أمس 24 من أبريل. وبالتالي تلاحظ كيف أن الأمور قد تغيرت بالنسبة لهذه الجماعة حتى وصلنا إلى 18 من أبريل، وطبعا هنا وصلت إلى إيران تحديدا بحسب هذه التسجيلات الخاصة بهذه السفينة. ستلاحظ طبعا أن السفينة هذه صورة أوضح بأنها قد وصلت إلى بندر عباس، هذه هي منطقة بندر عباس في 19 من أبريل. طبعا دعونا نلاحظ 18 من أبريل ما الذي كان الوضع عليه بالنسبة لإيران على مستوى التشويش العسكرية GPS جامينج. ستلاحظ أن هنا التشويش منخفض نوعا ما بالنسبة لإيران، وهذه مسألة طبيعية. ولكن في 19 من أبريل إسرائيل قامت بمهاجمة أصفهان ومنظومات S-300 الموجودة في أصفهان تحديدا، والتي توفر حماية مهمة لمفاعلي نتنز إلى الجنوب من نتنز على تقريبا مسافة 103 كيلومتر. لاحظ في 19 من أبريل هنا ما الذي جرى بحسب التسجيلات الخاصة بالGPS جامينج. لاحظ اللون الأصفر هنا بدأوا يرفعون من نسبة التشويش طبعا خوفا على هذه السفينة، لا بل إن في 20 من أبريل ارتفع التشويش أعلى وأصبح لونه أحمر وأصبح بشكل أكبر بهذا الشكل في 21 من أبريل، لأن إيران كانت في مرحلة تأهب وتتوقع المزيد من الهجمات ولا تريد لسفينة بشاد أن يتم إغراقها هنا في هذه المنطقة، لأنها ليست مهمة فقط بالنسبة للجانب الإيراني وإنما مهمة أيضا فيما تقدمه من معلومات مهمة للغاية لجماعة الحوثي لإبقاء العمليات فعالة على أعلى المستويات في مضيق باب المندب وأبقاء الحصار في تلك المنطقة. وطبعا بالنسبة للجانب الإيراني بسبب مواجهتها المباشرة مع إسرائيل هي لم تسحب فقط
سفينة بهشاد التي تحدثنا عنها إلى هذه المنطقة، إلى بندر عباس، إلى السواحل الإيرانية؟ لا أبدا، بل إن أيضا إيران في نفس الوقت قامت بالتغطية على الهجوم الذي قامت به إسرائيل، لأنها لا تريد الرد على إسرائيل. The Economist هي التي تحدثت عن هذه المسألة في 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى معهد العلوم والأمن الدولي. ومعهد العلوم والأمن الدولي نشر صورة للأقمار الصناعية هم و The Economist كذلك توضح لك ما الذي فعلته إيران عندما هاجمتها إسرائيل وهاجمت منظومات الأس 300 في أصفهان. ستلاحظ هنا طبعا بأن الأمور التي تغيرت أن منظومات الأس 300، البطاريات الأس 300 هنا أربعة، قد اختفت تماما، وهذا أمر أصبح معروفا. ولكن الجديد في المسألة هو ما قامت به إيران لهذا الرادار المهم الذي ترتبط به هذه المنظومات. لاحظ بأنهم قاموا بتغطية هذا الرادار، وضعوا غطاء على هذا الرادار لكي يخفوا ما الذي جرى لهذا الرادار. نأخذ صورة مقربة للرادار من هذه الصورة في 19 من أبريل بعد الهجوم مباشرة بساعات، قاموا الإيرانيين بتغطية هذا الرادار، بالتالي لا نرى طبيعة الضرر. ولكن أشار هذا التقرير أن الضربة محتمل أن تكون هنا وبطائرة مسيرة هي التي أثرت على هذا الرادار، كذلك أن هذه آثار حريق وأطفاء للحريق. هذه النقطة وهذه النقطة بحسب التحليلات الخاصة بهذا المعهد وكذلك بـ The Economist، ولكن تحديدا معهد العلوم والأمن الدولي هو الذي أشار لهذه المسائل. وكذلك في نفس الوقت أن هذا الرادار مغطى وخرج عن الخدمة. ولاحظ في اليوم التالي في 20 من أبريل، لاحظ ما الذي جرى هنا. لاحظ أن الرادار أصبح مختلفا الآن، وجاءت هنا عربة عرفها هذا المعهد بأن هذه السيارة هي سيارة دفع لنقل هذه الرادارات، قد جاءت بهذا الرادار إلى نفس هذه المنطقة. لاحظ أيضا صور الحريق وصور عمليات الإطفاء واضحة طبعا على الأرض بأن هنالك شيئا غير طبيعيا، ولكن لاحظ الرادار أصبح واضحا، هنالك رادارا احتياطيا وضع في هذه المنطقة. وكذلك قاموا بنشر بطاريات الأس 300. لتبدو الأمور خلال 24 ساعة، حتى أقل من 24 ساعة، تبدو طبيعية. الرادار موجود، بطاريات موجودة، ليس هنالك أي شيء قد تغير. ولكن طبعا الأقمار الصناعية كشفت حقيقة هذا الهجوم، لكن إيران تريد أن تبقى بعيدة عن استهداف والرد على إسرائيل، وقالوا بأنها طائرات مسيرة وقمنا بإسقاطها في نهاية المطاف. كذلك في نفس الوقت التقارير أيضا تحدثت بشكل واضح يوم أمس بأن إيران قامت بسحب عناصرها أيضا من سوريا، من النقاط التي تأتي محاذية مع إسرائيل، تحديدا في مرتفعات الجولان. فرانس 24 والمرصد السوري لحقوق الإنسان هي التي أكدتا هذه المسألة. والتأكيدات هنا بأن إيران ما قامت به أنها سحبت عناصرها وفصائلها المسلحة من القنيطرة وكذلك من درعا، قاموا بسحبهم من هذه المناطق، ولم تعد هنالك أي فصائل أو أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودة في هذه المنطقة. ولا بد من الانتباه أن السويداء نوعا ما فيها تظاهرات وهي خارج نطاق سيطرة النظام السوري بشكل عام. مثل هذا السيناريو طبعا هو يعتبر مؤذيا بالنسبة للنظام السوري بشكل عام، ولكن واضح أن إيران هنا تأثرت كثيرا بسبب الضربة الإسرائيلية، وإسرائيل من جهة أخرى استفادت مما جرى. إسرائيل عندما استهدفت هنا استفادت كثيرا مما جرى، أنها قامت أولا بأول استهداف رسمي وعلني على العمق الإيراني، وإيران هنا اضطرت كما تحدثنا إلى سحب سفينتها التجسسية لصالح جماعة الحوثي، وقامت بالتغطية على هذا الهجوم ولا تريد الرد على إسرائيل. وكذلك أيضا في نفس الوقت أنها بدأت تهدد بأنها ستصل إلى صواريخ عابرة للقارات في تهديد غير مباشر لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تهدد بأنها ستصل إلى القنبلة النووية، وكذلك أكدت بأن منظوماتها الدفاعية أصبحت كمنظومات الأس 400 بل أفضل من الأس 400، نتحدث عن بافار 373، وأنها قادرة على ضرب طائرات الشبح. وبالتالي بدأت إيران تبدو دفاعية حتى مع الفصائل التي تحدثنا عنها وسحبهم من الحدود المحاذية مع إسرائيل. هذا أيضا فيه مؤشر أن إيران نوعا ما أصبحت دفاعية، بينما إسرائيل استفادت مما جرى، ضربت العمق الإيراني، الآن بدأت تخطط بشكل واضح
للسيطرة الآن على رفح، أصبحنا على بعد أيام قليلة وإسرائيل متوقع أن تبدأ بالتقدم باتجاه رفح لإنهاء المعركة في قطاع غزة. وبدأت تضرب أيضا حزب الله اللبناني بشكل مكثف بشكل غير مسبوق في 48 ساعة الماضية للتهيئة أيضا على ما يبدو لعملية عسكرية لإبعاد حزب الله على مسافة 10 كيلومترات في الداخل اللبناني لجعلهم خلف النهر الليطاني، واستفادوا أيضا من كل الدعم الأوروبي الدعم الأمريكي انقلاب أوروبا ضد إيران تماما. هنالك عقوبات بدأت تنهال على الجانب الإيراني، تشريعات بدأت تمر بسرعة في الداخل الأمريكي من أجل مساندة إسرائيل على مستوى حزمة المساعدات 95 مليار دولار لصالح إسرائيل، عقوبات مهسا أميني وتشريع مهسا أميني أيضا مر بسرعة في مجلس الشيوخ الأمريكي. بالتالي الظروف الإيرانية تبدو صعبة للغاية، وتبدو إيران وكأنها تحت الضغط وتحت النار الإسرائيلية الآن بسبب كل ما يجري. ولكن جماعة الحوثي عادت لهجماتها مرة أخرى، ويبدو بأنها أوجدت بدائلا لسفينة بهشاد وما تقدمه لها، ولكن في نهاية المطاف الجماعة لم تنجح حتى هذه اللحظة بتحقيق الكثير من الإصابات في الفترة الأخيرة، وهذه أيضا مسألة قابلة للنقاش.